عندما تزداد معارف وقدرات وكفاءة الشخص، هل تزداد معها ثقته في نفسه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد لقائنا في حلقة جديدة من سلسلتنا فن التحكم، كيف يكون قرارك بالفعل خيرك؟ ومثير اليوم الذي نستعرضه والذي يتم استخدامه في بعض الأحيان لمغالطتنا وتوجيه أراءنا بمنحى لا يتماشى مع مصالحنا الشخصية، هذا المثير يسمى بالإنجليزية بالدانينغ كروجر إفكت. عندما تزداد معارف وقدرات وكفاءة الشخص، هل تزداد معها ثقته في نفسه؟ أظنك سوف تقول نعم، ولكن هذه الدراسة التي قام بها العالمان دانينغ أند كروجر تثبت العكس، وتثبت أن الشخص كلما زادت معارفه وأفكاره ومعلوماته كلما نقصت ثقته في نفسه. والدليل من أين أتت هذه الدراسة؟ أتت من قصة عجيبة غريبة لشخص يدعى ماك آرثر ويلر. هذه القصة في الحقيقة مضحكة للغاية، والتي كانت هي في الحقيقة سبب لانطلاق هذه الدراسة العلمية لاستغراب العالمين مما حدث خلال هذه القصة. هذا الشخص كان قد اكتشف أن الليمون يستخدم لصناعة الحبر السري الذي لا يرى، فقام بتلاء نفسه بالليمون والذهاب إلى بنك لسرقة البنك، ظنا منه أنه سوف يكون خفي ولن يراه أحد، مثله مثل الحبر السري. والغريب في الأمر أنه كان تحت وقع المفاجأة عندما تم القبض عليه، وهو لا يعلم في الحقيقة كيف تم رؤيته داخل البنك. هذه الحادثة دفعت دانينغ أند كروجر لتعميم الدراسة على جوانب اجتماعية أخرى في مجالات مختلفة، وكان السؤال المطروح: ما هو تقييمك لنفسك من سلم 0 إلى 10؟ 0 هي المستويات الدنيا و10 هي المستويات العليا. ما هو تقييمك لمستوى تمكنك في تلك الوظيفة؟ والإجابات كانت مذهلة. أغلب الناس بنسب عالية في الحقيقة تصل إلى 90%، أغلب الأناس يظنون أنفسهم أنهم في أعلى مستويات القدرة والكفاءة وأنهم بعيدين كل البعد عن البقية. ومن هنا استخلص دانينغ أند كروجر هذا الرسم البياني المثير للاهتمام، ولابد أن ننظر إليه ونتمعن فيه حتى نعلم كيفية التعاطي مع الآخرين. هذا الرسم يشير إلى أن الأشخاص الأكثر ثقة في النفس هم الأشخاص الأقل معرفة، وعندما تزداد المعرفة تقل الثقة في النفس. هل هذا مهم؟ نعم مهم. فعندما تحاور الآخرين، عندما تستمع للآخرين، لا تغتر بثقتهم في أنفسهم، لأن سقراط نفسه الفيلسوف المعروف يقول، فنتدبر هذه القولة، يقول: أن الشيء الوحيد الذي أعلمه أني لا أعلم شيء. هذا سقراط، فما بالك بالبقية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقيكم في لقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.